تبعا لاختلاف طرائق الحياة السائدة في كل مجتمع. وقد اقتضت تقاليد الزواج في الكويت أن يمر في مراحل عديدة يعبر فيها الناس عن مشاعرهم وفرحتهم بهذه المناسبة السعيدة. يا هلا وسهلا، هل الساعة المباركة؟ الله يبارك في حياتك وطول عمرك. الله يسلمك. فكانت له مقدمات تبدأ بالخطبة، وهي لقاء بين أبوي العريسين يتم فيه اتفاق مبدئي على الزواج. على طول إن شاء الله، ولا عندنا مانع، وهنسيب كل شيء إن شاء الله انتهى ومبروك إن شاء الله. الله يسلمك، الله يبارك في حياتك وطول عمرك. الله يسلمك. ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله. ثم تتوجه بعض النساء من أهل العريس يحملن الدزة إلى منزل العروس. ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد. وتعتبر الدزة بمثابة المهر المقدم من الزوج إلى زوجته، وتحتوي عادة على ملابس قطنية وصوفية ومفارش للسرير مع بعض الاحتياجات الأخرى للزوجة والدراهم. في يوم الزفاف تؤدي النساء مراسيم اليلوة للعروس، حيث تقوم بإحياء الحفل فرقة شعبية خاصة من النساء. تتوالى مظاهر الابتهاج بهذه المناسبة، ويقضي النساء في السمر وقتا طويلا في انتظار قدوم العريس مرددات الأهازيج والأغاني الشعبية. الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. وفي عصر يوم الزفاف يتم عقد القران في احد المساجد على يد احد رجال الدين. وانكحتك ابنتي وموليتي مريم على صداق قدره مائتان ربية على ما في كتاب الله وسنة نبيه. امساك بمعروف او تسريح بإحسان. والله على ما نقول وكيل. قل قبلت ورضيت نكاح وتزويج ابنتك وموليتك مريم على صداق قدره مائتان ربية على ما في كتاب الله وسنة نبيه. امساك بمعروف او تسريح بإحسان. والله على ما نقول وكيل. زوجت بنتك مريم لمحمد؟ قل نعم. نعم. قبلت التزويج؟ قل نعم. نعم. بارك الله لكما.
يسير العريس في موكب الزفة متوجها نحو منزل العروس، وقد أحاط به الأهل والأصدقاء. تتقدمهم فرقة غنائية من البحارة يرددون أغاني العرض. ويبدأ المدعوون من الرجال في الانصراف بعد تقديم التهاني للعريس، ليتيح الفرصة للنساء لإحضار العروس، بينما يرش الطيب أي ماء البخور والبخور ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة. تظهر النساء بعد ذلك في ساحة المنزل حاملات العروس على كرسي تقليدي بين دق الطبول وترديد الأغاني الشعبية. يدخل أهل الزوج والزوجة على العريس، حيث يتم التعارف بينهم في جو عائلي بهيج. تحمل النساء الزوجة إلى زوجها لكي يتم أول لقاء بينهما، وهن يرددن أغنية هب السعد. وبعد قضاء أسبوع في بيت الزوجة، ينتقل الزوجان إلى منزلهما الجديد الذي يكون معدا لحياة أسرة جديدة تشارك في بناء المجتمع.